سبق لروبرتو ستيلوني أن أمضى إحدى أفضل أيامه في الجرانتا، وكان مدرب فروزينوني الحالي حاضرا في ما يزيد عن 100 لقاء، ووقع على عدد لا بأس به من الأهداف مع التورو، لكنه سيكون مضطرا لتنحية مشاعره جانبا في اللقاء المقبل. إنه الصراع الذي يجمع فريقين يقدمان أداء استثنائيا، وبعملية حسابية متعلقة بإحصاء نتائج المباريات الخمس الأخيرة يمكننا القول إن كييفو فيرونا يحل رابعا، فيما إمبولي ثانيا. من سيكون الفائز في الصراع الذي سيخرج أفضل ما يختزنه الفريقين؟ من المعروف أن باليرمو يهاب كل الفرق القادمة من فيرونا، لدرجة أن ياتشيني ودافيد بالارديني أقيلا من منصبيهما بالرغم من تخطيهما عقبتي كييفو وهيلاس على التوالي، ليتولى مهام النادي بعدهما غييرمو باروس كيليتو ومساعده فابيو فيفياني. تشكل الجولة 20 من الدوري فرصة مناسبة لكاربي من أجل تثبيت دعائمه مجددا ويثأر لهزيمته الأولى مع انطلاقة الموسم أمام سامدوريا، خاصة أن البيانكو روسي مني بهزيمة مذلة بعدما تراجع بخمسة أهداف عقب تقدمه بهدفين. يوم الأربعاء في 6 يناير ارتكب حارس مرمى ساسولو خطأ لا يغتفر بالنسبة للاعب بقدر مماثل، لكن التعويض عما ارتكبه لم يتأخر كثيرا، فقد شكل يوم الأحد في 10 من الشهر مناسبة يظهر فيها استعادة توازنه ليتصدى لتسديدة محقة أتت بتوقيع سمير هاندونوفيتش، ويسطر أندريا إنجازا يشهد له رفعه إلى مصاف العمالقة الذين سبق أن طبعوا أسماءهم بحروف من ذهب في فقرة لعب الأسبوع. الأسبوع 20 من الدوري الإيطالي غدا حصريا على بي إن سبورتس 4.